السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. ان شاء الله في حلقه النهارده هنتكلم فيها عن طريقه استثمار جديده، ولكن قبل ما نبدا حابب اعتذر على ان انا اتاخرت او ما نزلتش فيديوهات بقالي كام يوم. ده بسبب ان انا كنت تعبان وانتم عارفين كده، وطلعت لايف قلت كده، فمعلش اعذروني على المره دي. وان شاء الله الفتره الجايه ننزل حلقات احسن كتير، منهم الاستراتيجيه اللي الناس كانت مستنياها، ومش استراتيجيه واحده، هي اكتر من حاجه هننزلها الفتره الجايه، زائد كمان السلسله اللي انا هبداها النهارده هي سلسله الاستثمار. لا مش استثمار ربا او استثمار حاجه زي كده، لا هو استثمار عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، استثمار حلال طبيعي الناس كلها بتشتغل فيه اساسا. هو استثمار العملات الرقميه، كلنا عارفين ان العملات الرقميه، كلنا عارفين يعني ايه ارباح العملات الرقميه، او يمكن انت ما تعرفش بس انا عارف ازاي بقى، لان انا دخلت في الموضوع ده فتره ما، كان معايا راس مال مش كبير قوي، كان تقريبا $100، فحطيتهم في البيتكوين في وقت ما البيتكوين رفع ليه مش بقى 100%، رفع ل 300 او 400% من سعره، وده كان فتره رهيبه جدا، كان سعر البيتكوين فعلا زاد ليه زي ما قلت لك 400% من سعره، وده حاجه كانت كبيره قوي في البيتكوين في وقتها. كان فعلا سعر البيتكوين كان فعلا تقريبا $10,000 او حاجه زي كده، كان او يعني من 8 ل 10، تخيل لما كان ب $1,000 و $2,000 في وقتها، كان بعد كده رفع ل $8 و $10، كان فعلا رقم كبير قوي على البيتكوين. الموضوع ده بداته بعد تشجيع كتير قوي من ناس كتير في المجال، فقالوا لي معاك فلوس، احلى وقت دلوقتي، البيتكوين عمال بيترفع يوم بعد يوم، اشتري بيتكوين. فاشتري ب $100، وزي ما انتم شايفين دي ارباحي من البيتكوين وقتها، و هقول لكم في اخر فيديو ازاي انا سحبت الارباح دي وازاي استفدت من الموضوع، وهقول لكم الخساره اللي خسرتها في سحب الارباح، ولكن كان فعلا تستاهل. ولكن بغض النظر عن كل ده هقول لك ازاي انا مشيت في الموضوع ده. كل اللي عملته اني اشتريت بيتكوين عن طريق جروب من جروبات الفيسبوك اللي هو حاليا للاسف مش موجود، ولكن عامه مش ده حلقه النهارده، انا بس حلقه النهارده ان انا اقول لك على الطريق اللي انا عملته هو عن طريق الفيسبوك. دخلت على الفيسبوك عادي جدا وبحثت على جروبات وكده، فلقيت ان في جروبات ناس بتبيع بيتكوين، ناس بتبيع، هتلاقي على فكره مش جروب واحد، هتلاقي الاف الجروبات اللي بتعمل الحركات دي، هتلاقي جروبات جدا كتير قوي، كتير قوي موثوقه جدا، يعني تقدر انك تستفيد منها وتقدر انك تشتري منها بيتكوين. بغض النظر برضو بيتكوين اللي انا بقوله ده هو عباره عن مثال فقط، مثال بس، البيتكوين اللي انا بقوله ده مثال، ايوه دي العمله اللي انا اشتريتها في فتره ما، ولكن حاليا البيتكوين مفيش امل انه يزيد، بيتكوين مفيش امل انه يكسبك فلوس حاليا، ولا في التعدين ولا في انه يزيد، فبلاش حد يشتري بيتكوين، دي نصيحه. تمام يا جدعان؟ في عندك اكتر من عمله برضو ممكن نتكلم فيها في بقيه الحلقه، وهنتكلم فيها في بقيه السلسله اللي انا هعملها ان شاء الله في الفتره الجايه. وبرضو بعتذر على صوتي، اللي انا عارف ان صوتي متغير، ولكن بغض النظر يعني عن الحاجات دي كلها، فان شاء الله الفتره الجايه هنكمل السلسله دي بحلقات كتير بقى نتكلم فيها عن العملات انت تقدر تستثمر فيها، ازاي تشتري، ازاي تبيع، ازاي تعمل كل الكلام ده. ولكن النهارده بس عايزين نتكلم واوريكم الارباح واوريكم انا عملت ايه بالظبط. كل اللي انا عملته زي ما قلت ان انا على الفيسبوك اشتريت بيتكوين، ولما جيت ابيع البيتكوين او طريقه سحب بقى البيتكوين ما روحتش بقى للفيسبوك، لانك لو رحت الفيسبوك هتبقى كانك بالظبط بتبيع المايه في حارة السقايين، او انك بتبيع البيتكوين في المكان اللي اشتريت منه. الناس دي اصلا كلها شغاله استثمار بيتكوين، يعني لما تشتري منك بيتكوين مش هتشتري غير في حاله واحده بس، ان هم يبقوا عارفين ان البيتكوين هيزيد، فبالتالي لو حد وافق يشتري منك فما تبيعش، لان الناس دي عارفه ان البيتكوين هيزيد، فانت اولى انك تستفيد بالزياده دي. اما انا بعتهم بقى في عن طريق حاجتين، اللي في حاجه اشتغلت فيها وحاجه بصراحه ما جربتهاش ولكنها موجوده. في حاجه اسمها انك تحول من بيتكوين لبيبال، ده سايت موجود وموثوق جدا يقدر يحول لك من بيتكوين لبيبال، ولكن ما جربتوش عامه، ولكن موجود على يوتيوب تقدر تسال عليه، لو انا لقيت حلقات موثوقه هسيبها لك في الوصف. ولكن بغض النظر عامه انت لازم تبص على الوصف لان انا احط فيه حاجات كتير فلازم تركز فيه. حاجه ثانيه، انت عندك حته ده انك تبدل البيتكوين، لان كنت مجربها قبل كده كذا مره بصراحه، انك تبدل البيتكوين عن طريق فايل ابلود. ده مش اعلان الفايل ابلود عامه، مش اي حاجه لها علاقه بفايل ابلود، ولكن دي مهمه جدا لكل الناس تبقى عارفه الحته دي، انك ازاي تعمل ديبوزيت فايل ابلود، ازاي تسحب ارباحك من فايل ابلود بكل الطرق. يعني فايل ابلود ده بيتيح ليك انك تحط فيه بيتكوين وتاخد منه اي عمله تانية في الوقت اللي البيتكوين فيه كان رافع. فانا فعلا خسرت ما يقارب ال $75 او حاجه زي كده في الحوار ده، في ال 15% اللي الفايل ابلود خدهم، لان كنت ساحب في حدود $400 او حاجه زي كده. فاما حصل الموضوع ده ففعلا فايل ابلود كان مساعده كبيره قوي بالنسبه لي، ولكن فعلا هو خد مني $75 او يمكن اكتر من كده بسبب ال 15%، انه بياخد 15% عن كل سحب انت بتسحبه. فما حصل الكلام ده انا اتاخد مني فلوس، ولكن فعلا كان انقاذ، كان انقاذ جدا بالنسبه لي، ان انا ما كنتش عارف كنت هعمل ايه في وقتها، لان البيتكوين بيرفع وممكن تلاقي يوم التاني قل، فانا كان لازم اخد الفلوس دي باقصى سرعه
قبل فعلا ما البيتكوين يقل، لان البيتكوين كان رافع على 10 دولار والناس كلها قالت خلاص مش هيعلى عن كده، خلاص 10000 دولار مش هيعلى عن كده، تمام. فقمت ساحب البيتكوين في وقتها واخسرت شويه فلوس، ولكن فعلا كان مكسبي وقتها قلت لك 400% او 500%، فبالتالي الكام 75 دولار دول ما كانوش رقم كبير قوي بالنسبه لي وقتها. طيب يا جدعان، اعتقد كده فهمت كل حاجه، ازاي انا اشتغلت، ازاي عرفت العمله، ازاي اشتريت العمله، وازاي بعت العمله، او ازاي بدلت العمله بدولارات وسحبتهم على فودافون كاش عادي جدا من فايل ابلود، تمام. ممكن تستخدم حته فايل ابلود دي في اي عمله تانية وفي اي حاجه تانية هنتكلم عليها في الفتره اللي جايه ان شاء الله، وان شاء الله دي تكون بدايه سلسله كويسه جدا. ناس كتير بدات او عايزه تبدا في استثمار ناجح ناجح، بقول ناجح لان فلوسك مضمونه. العملات الرقميه حاليا فعلا 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 صعب قوي انها تقل، العملات الرقميه في الزياده، بس العالم الجاي خلاص، احنا خلاص العالم الجاي هيتكلم وهيتعامل بالعملات الرقميه، مفيش حد خلاص عايز يدفع فلوس، مفيش حد شايل فلوس في جيبه خلاص، تمام. فكل حاجه بقت انترنت، كل حاجه بقت اونلاين، فبالتالي العملات الرقميه من اهم الحاجات اللي لازم تبقى مشغل دماغك فيها، ومن اهم الشغلانات او الاعمال، ومن اهم الناس اللي بتكسب ارباح كويسه جدا هي من العملات الرقميه، ومن عملات كتير مش بيتكوين، مش بيتكوين، تمام. بيتكوين حاليا ما فيش امل فيه. فانت عندك بقى كذا عمله زي الاثيريوم، دوجي كوين، اكتر من عمله، اكتر من عمله تقدر تستثمر فيها وتقدر انك تبدا تشتغل فيها. بس كده ان شاء الله تكون دي بدايه حلوه لسلسله جايه تكون احسن باذن الله. ولحد دلوقتي مش عارف اسم السلسله دي ايه، ولكن بغض النظر يعني انت تبقى عارفين ان دي جزء من السلسله بالمقدمه مثلا او حاجه، فمش مشكله. وبس كده، تاني مره بعتذر على صوتي، انا حابب اسجلها بمايكين لان المايك ده بيجيب صوت الناس قوي، ولكن بغض النظر يعني الحته دي برده، فانا اشتغلت بالمايك ده بحيث برده ان انا احافظ على الحته دي، لان صورت الحلقه دي 3 مرات ونسيت اشغل المايك. فبغض النظر عن كل ده، عايزين نوصل الحلقه دي 1000 لايك. الحلقه دي لو وصلت 1000 لايك هعرف ان انتوا عجبتكم السلسله، وان شاء الله نكمل فيها، وان شاء الله نعمل حلقات تانية. فالحلقه دي توصل 1000 لايك عشان انزل لكم الحلقه التانية ان شاء الله من السلسله دي، وهتكون عن العملات اللي انتوا تستخدموها، واوريك شغل عملي بقى ازاي تقدر تشتري وكده. فان شاء الله الفتره الجايه هيبقى حلقات احسن باذن الله، وان شاء الله استنوا استراتيجيه مهمه جدا عن اختصار رابط في الفتره اللي جايه. ما تنساش تعمل لايك الحلقه دي عشان برده نوصلها 1000 لايك، عشان الناس تانية تستفيد، وعشان توصل للناس تانية في ريكومندد وكده، يعني حاول تساعد الناس برده، عشان لو وصلت 1000 لايك هنزل لكم الحلقه التانية. مين عارف ممكن تنزل بكره ولا حاجه لو وصل 1000 لايك، مين عارف، محدش عارف عامه يعني. بس كده، شكرا جدا لك شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.